شكرا للزميل الأخضر بالريش. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معنا في لقاءات الليغا الإسبانية الدوري الإسباني موسم 2017-2018 هنا في ملعب بالايدوس بمدينة فيجو في إطار الجولة 18. سيلتا فيجو أمام ريال مدريد، سيلتا فيجو متراجع في الترتيب مركز 14 رصيد 21 نقطة، تعادل مع البارسا منذ يمكن ساعات 48 ساعة، حقق فوز قبل توقف الدوري أمام طبعا منافسه في غاليسيا فريق ديبورتيفو 3-1 في الموسم السادس ليه على التوالي في الكلاسيكو. طبعا كان يجلس على دكة البدلاء، واحدة من علامات استفهام والهدف الأول قد يأتي، ولكن هنا على طول تدخل وإبعاد هذه المرة من قبل اللاعب من جانب جاريث بيل، كريستيانو رونالدو في غياب بنزيما، رونالدو لكن على طول الكرة في يد حارس المرمى. كرة كانت من جانب إيسكو في البداية، ودي كرة رونالدو اللي أمامنا هنا، أترك من جانب مارسيلو إلى جاريث بيل، إصابات وغيابات جاريث بيل ولكن ممكن يعود، ولكن حكم اللقاء القريب يطلع الحارس روبن بلانكو، لم يلعب لقاء الكاس روبن بلانديز، انطلاقة من جانب ماكسي جوميز سريع، أسباس الخطير، أسباس أمامنا هو، أدي أسباس، إيجو أسباس، أسباس الخطير السريع، 11 هدف في إطار سجل كروس، وكان هدف للاعب جريدتي. كرة أمامية في العمق، هذه تضوية على حساب ستانيسلاب لوبوتكا، ودي مارسيلو، يا ولد يا مارسيلو لو مشيت، يا ولد يا مارسيلو، سجل في مرمى أيبار البعيد تماما عن مستوى هذا اللاعب طبعا الذي انضم مارسيلو منذ عام 2007 فترة كبيرة ريال مدريد، وهذه كرة من مايو، لكن كرة ترتد، كرة من مايو ملعوبة حلوة قوي، شوف اللاعب أسباس، خلي بالنا من أسباس، أصبح لاعب دولي وعنده 7 لقاءات وسجل في أول لقاء في مرمى إنجلترا وسجل في التصفيات في مرمى لشتشتاين، أدي كرة من مايو لعوبة حلوة جدا، شوف الرقابة هنا مش موجودة، تعدي من لمسة على طول هنا، وأدي كرة من اللاعب طبعا الماكر اللاعب إيسكو عاملها في المرمى لكن لخارج الملعب. أدي إيسكو عنده المهارة، عنده قدرة على كورته الحقيقة في أبرز كور اللقاء، وأدي كرة مارسيلو على القائم البعيد، جاريث بيل تدخل برادي كابرال ورونكيليا وإيسكو، إيسكو 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 عنده الحلول تاني مرة، تاني مرة إيسكو، أسباس إلى ماكسي جوميز خطوط منطقة الجزاء، يبحث عن المساحة، يجي له باس ولكن يضيع دانيال باس. رافائيل فاران في أخطاء متكررة من دفاع النادي الملكي في غياب القائد في ملعب أولد ترافورد. أمامنا هنا بنتابع كازيميرو، تسديدة يا ولد كازيميرو، كازيميرو تسديدة، أدي أمامنا هنا البرازيلي كازيميرو سجل في الديبور ولاس بالماس ومالاجا، وأول اختبار جدي لروبن بلانكو في الدقيقة 26. وأدي الخطورة ومارسيلو فين؟ وأدي انطلاقة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، دانيال باس، دانيال باس عملها، عملها دانيال باس التمريرة والانطلاقة ويطلع كيلور نافاس، لكن فين؟ فين الدفاع؟ فين مارسيلو؟ فين ناتشو؟ فين فاران؟ والكرة في المرمى هنا، يأتي الهدف في الدقيقة 33 من الخطأ المتكرر، الخطأ المتكرر، شوف المساحة، لسه بنحكي على المساحات، جاريث بيل واحدة من الكرات اللي بيمتاز بيها، جاريث بيل خلص 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 يا راجل، خلص يا راجل وسجل جاريث بيل، كرة من اللي بيمتاز بيها توني كروس، أخيرا أخيرا شغل مخك والعب لجاريث بيل، جاري جاريث بيل سجل يا بيل، ويأتي بهدف التعادل في الدقيقة 36. جاريث بيل بتمريرة سحرية بكرة لابد أن تتكرر، يعني هذه الكرات بيمتاز بها جاريث بيل، كل مستمتع باللقاء وواحد واحد، ادي انطلاقة بابلو هرنانديز لكن الساندة، الساندة الثانية طولت الكرة وتطلع إلى خارج الملعب. الكرة الساندة الثانية إلى خارج الملعب. فاس بهدف في مرمى كيلور نافاس، وادي ممكن الثاني، ممكن الثاني، ممكن الثاني بنفس الكيفية بنفس الطريقة، المرة دي يصنع إيسكو وجاريث بيل، درس اللمس الواحدة، درس التحرك، درس المساحات خلف كابرال وخلف اللاعب رونكيليا، وياتي جاريث بيل اللي بيحول دفة المباراة في هذا اللقاء الممتع، ويتقدم النادي الملكي المهارة. دانيال باس سجل لكن لم يستمتع بهدفه، وادي امامنا هنا الكرة اسباس كان 16 في يناير 2016، ادي امامنا الكرات العالية الحروق المرة دي من جانب سيستو، امامنا هنا في محاولة مرور حكيمي، عدى سيستو خطرة جدا، ممكن التعادل لكن مودريتش حرك حلو قوي في المساحة، شيل والعب الكرة، عملها حلوة يا ولد يا ولد، عملها حلو قوي، عملها حلو، مزار ثنائية جريزمان وديجو كوستا، ده خطأ لأشرف حكيمي، وادي الكرة اتلعبت ولكن إلى خارج الملعب.
كرة لعبت كرة ملعوبة بشكل مميز جدا أمامنا هنا، أدي إيسكو لكن إلى خارج الملعب. هذه إيسا كرة في متناول، يصلح كرة جوني كاسترو لكن جات له على رجله، جات له على رجله اليمين سند، ويعني وهو خايف من التسديد لكن يسدد كرة تطلع فوق المقص الشمال. فاسباس حط جسمه بشكل رائع، اسباس يلعب كرة على القائم الأول ولا إلى إيسكو، إيسكو على طول كرة عالية رأسية جميلة، الكرة اللي ترى ويتوغل هنا اسباس الخطير، والله كتب مودريتش يعمل تغطية، استلام إلى اسباس، ياخذ ركله جزاء، ياخذ ركله جزاء اسباس، ادي امامنا اسباس الخطير، شوف اسباس، شوف الهجمه اتعملت ازاي، وشوف جوني كاسترو مرر، وادي امامنا انذار لحارس المرمى، الحارس اللي يتلقى الانذار كيلو، 11 هدف لاسباس في مرمى الفرق المختلفة، ولكن ضيع اسباس وقرأها امامنا كيلور نافاس، ركلة جزاء ضائعة من اللاعب اسباس وتصدي رائع من جالب نافاس في الدقيقة 72 لان سيلتا فيجو له يعني خطورة كبيرة هذه المرة بقى راسية، لكن فين الى خارج الملعب من لاعب منتخب تشيلي اللاعب بابلو هرنانديز، سجل في مرمى لاس بالماس، سجل في مرمى ايبار، بس شوف اسباس بديل يمرر كريستيانو رونالدو، هل يسجل؟ هي بيخطف البعيدة يسدد، واحدة كانت في العرضة، المرة دي هو تصدي، وادي الكرة اللي بيسجل بقى المرة دي ماكسي جوميز يسجل في مرمى كيلور نافاس، ليست ركلة جزاء ولكن كرة من دانيال فاس، يأتي ماكسي جوميز في دفاع، دفاع ريال مدريد علامة استفهام كبيرة، أين ناتشو؟ أين اللاعب فاران؟ لأن اللاعب ماكسي جوميز طار وحيدا في هذه الكرة يضعها، ودانيال فاس، ودانيال فاس رفع وماكسي جوميز سجل، ورونالدو عنده الحل ولكن في الشباك من الخارج، ورونالدو يملك الحل في هذا اللقاء الصعب.